الأسد الموهبة والمحارب الشجاع والمقاتل المدمر الفتاك طيسون المغربي نبيل حريولي يمتاز بروح قتالية لا تقهر. له سجل احترافي 30 انتصار 22 نزال فاز فيهم بالضربة القاضية. سجله أبيض نظيف إلا من هزيمة واحدة في الكيك بوكسينج. سيكون في تحدي جديد مع خصمه البلجيكي أوفايسوف ذو الأصول الشيشانية بحيث ينتمي للمصارعين الشيشانيين. نزال سيكون في الفنون القتالية المختلطة يوم 28 أكتوبر بهولندا بمنظمة هيكزاكون في الأمسية المشتركة مع إنفيوجن. فحظ موفق للبطل المغربي نبيل حريولي. دمتم في أمان الله.